مواجهة التطرف العنيف وتحقيق التنمية رافعات للحد من الإرهاب في القارة الإفريقية عنوان اجتماع جمع بلدان إفريقية حضره عن بعد وزراء خارجية عشرة بلدان إفريقية أجمعوا على أن حجم ونطاق الإرهاب في القارة السمراء لم يعد مطمئناً الاجتماع كان مهم حضرته كل أعضاء المجلس الأمن والسلم كان حضور مهم على مستوى الوزاري التكلفه الاقتصاديه للارهاب تضاعفت سعود المرات في القاره الافريقيه في العشر سنوات الاخيره وهذا أكيد على ان الظاهره اليوم عندها واحد عندها واحد تاثير كبير على على القاره الافريقيه سبعة آلاف اعتداء ارهابي ضرب القاره الافريقيه في العام الماضي مخلفا اكثر من وعشرين الف قتيل وتعد منطقه الساحل والصحراء الافريقيه ثاني اكثر مناطق العالم فضاء للارهاب والتطرف العنيف واقع ضاعف الكلفه الاقتصاديه للارهاب والتطرف بنحو تسع مرات وبقيمه ارتفعت في العشر سنوات الاخيره الى حوالي 171 مليار دولار الارهاب يؤثر على عده مستويات في القطاعات الاقتصاديه الانتاجيه منها مثلا القطاع السياحي ثم قطاع الاستثمارات الخارجيه ثم يمكن ان نستحضر ايضا تاثيره على استنزاف الماليه العموميه التي توجه لمواجهه المخاطر الامنيه بدل ان توجه لخلق او لتطوير الاقتصاد وخلق فرص الشغل وبناء البنيه التحتيه هي صوره قاتمه وفق مسؤولي بلدان افريقيه تستوجب تبني نهج قاري كامل ومشترك لمواجهه الارهاب وتاسيس نموذج للتنميه القاريه يلبي احتياجات المجتمعات الافريقيه الاكثر ضعفا وتسللا للتيارات المتطرفه في قاره تعاني ايضا من الجفاف وخطر التغيرات المناخيه وهو ما سيشكل محور نقاشات جلسه مجلس الامن والسلم الافريقي المقبلة. الارهاب والتطرف لا يهدد الامن والسلم فقط في القاره الافريقيه لكن له تكلفه اقتصاديه في قاره تواجه الفقر ونقص الموارد والتغيرات المناخيه مما يستوجب خططا فعاله لتفكيك خطاب التطرف والجماعات الارهابيه فاطمه بوغنبوره الحره الرباط